السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين ديال قناة محمد فيلالي في هذه الحصة. إن شاء الله غادي نشوف إن شاء الله التصحيح ديال الامتحان الموحد المحلي الخاص بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي مادة علوم الحياة والعرب. إذا نبداو في هذا الجزء الأول بلا بروميييغ بارتي لا ريستيتيسيون دي كونيسونس. دونك أسوسيي شاك تيرم دي جروب أ على ديفينيسيون كوريسبوندون دي جروب بي. يعني هذا الربط ما بين الجروب أ والجروب بي. دونك عندنا لي تيرم، عندنا لازم اللي هو الدقة أو الربو. سي ان دونجي وي سي مالادي كوزي باغ ان مونك نو ان دونجي كي موناس لاباراي ريسبيراتوار. دونك مع جوج، دونك ا مع جوج بي اي سير غاستريك. هاد لي سير غاستريك سي ان دونجي كي موناس لاباراي ديجيستيف. La ration alimentaire, c'est la quantité d'aliments nécessaires pour notre corps pendant 24 heures. Et la ration, la carence alimentaire, c'est une maladie causée par un manque grave ou un ou plusieurs aliments simples. Ça fait. Et dans la joie, on va voir qui m'a connu d'abord. Donc, on a A, ma juge, B, ma arba, C. مع 3 دي مع رقم 1. صافي. اذا كل شيء بسيط، فقط يجب الانتباه والتركيز. دائما اكررها في فيديوهات كثيره، ركزوا جيدا. ننتقلوا للجوج. ريبوندر بار فري اوفو، يعني غادي نجاوبوا فقط بصحيح او خطا، ما تزيد ما تنقص، صحيح او خطا. الاولى les acides gras, يعني الأحماض الدهنية. الأحماض الدهنية sont issus de la dégradation des lipides par la salive. Oui, je sais que les acides gras sont issus de la dégradation des lipides, mais ce n'est pas par la salive, c'est par la lipase. Donc c'est faux. Ben la liqueur de Fehling est un réactif spécifique du sucre simple. C'est vrai. C'est vrai. يعني ان المحلول فيلينغ هو واحد الكاشف مميز بالنسبه للسكريات البسيطه، وهذا صحيح. سي لارفيول اي لينيتي دو فونكسيون اي دو ستركتور دي بومو، يعني ان لارفيول هو السنخ الرئوي، هو الوحده الوظيفيه والبنيويه بالنسبه للرئه، وهذا صحيح. دي لو نوتريمون بروفونون دو لا ديجيستيون دي غليسيد اي لو غلوكوز، سي فري سي فري. Eux, les nutriments sont digérés grâce à des enzymes. C'est faux. Les nutriments ne sont pas digérés. Ça y est. Donc, 3, le document 1 présente le schéma de l'appareil respiratoire chez l'homme. Il y a une loi qui est le GSN. C'est compléter la légende du document. Il y a des noms qui sont les loi. Rakm 1, ce sont le nez. Le nez ou bien les fosses nasales. Les coutures sont les جوج سي لا تراشي ارتير، لا تراشي ارتير. 3 سي لي برونش، سون لي برونش. 4 لي برونشيول، لي برونشيول. 5 ساك الفيولار. بي سي تي دو دونجي كي موناس لاباراي ريسبيراتوار. عندنا لازم، عندنا تيبركيلوز، عندنا لا فيمي اكسيتيرا. هادو سون دي دونجي كي موناس لاباراي ريسبيراتوار. بالنسبه للتصحيح كما كتشوفوا ها هما الاسهم، عندنا لازم مع رقم 2 ديال دونجي كي مو دونجي كي موناس لاباراي ريسبيراتوار. اي سير غاستريك سيتون دونجي كي موناس لاباراي ديجيستيف. لا راسيون سي لا كونتيتي داليمون نيسيسير بور نوتر كور بوندون 24 اور. اي لا كارونس اليمونتير سي اون مالادي كي كوزي بار ان مونك غراف او ان او بليزيور اليمون اليمون سامبل. بسيط للغايه، بسيط للغايه. راه دائما اقولها مره اخرى واكررها، الامتحانات المحليه عليها 30%، المراقبه كامله ديال الدوره الاولى والدوره الثانيه عليها 30%، وعاد الامتحان الجوي عليها 40%. يعني ركز في هذا الامتحان المحلي، راه بحال اللي كدوز الجهوي بطريقه غير مباشره. صافي عليه 30%، زير 30%. نمشيو للثانيه. هاد التصحيح ديال الثاني عندنا فو فري 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 فو. صافي راني قلتها فو فري 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 فو. بالنسبه للتصحيح ديال الكلمات عندنا لي فوس نازال تراشي ارتيل لي برونش برونشيول، وعندنا الساك الفيولا. يعني الكيس
السنخي على او كي السنخي. وعندنا لي دو دونجي كي مناص لاباري ريسبيراتوار، عندنا تيبيركيلوز وعندنا لافيمي. وصلنا لنهاية الفيديو، الى اللقاء، تسناو الجزء الثاني ان شاء الله.